اخوتي واخواتي في عالم الزراعه والنباتات المنزليه. طبعا مستمرين وياكم مشتل عالم الزراعه في العراق، الاخ عباس العزاوي واحمد العزاوي، العراق، محافظه بابل، منطقه البكرلي، طريق البحمير. وياكم احنا نعرفكم على الاسعار الموجوده، والاسعار اللي تذكر بهاي الفيديوهات هي للمفرد. ابو خضير عيني احكي لنا على هاي الصباريات المطعمه. هاي الصباريات المطعمه كلها على 5000 دينار. 5000 دينار مطعم موجود بيها. بها انواع الطعوم على 5000 دينار. وهاي شنو هاي؟ بالله احكي لي على هاي. هاي زهره هاي يسمونها متسلق زهره الشمع. هذا متسلق زهره الشمع، طبعا عندنا يعني مثلا هاي شوف عدد الاوراق ايش قد مالته، 2 4 6 8 على اقل شيء 8 يعني. اي نعم. هذه سعر 5000 دينار. 5000 دينار. تنباع بالاوراق. بالاوراق انا بالنسبه لي مشتري بس ورقتين ومجذره ب 5000 دينار. انا حتى نختصر هذا شنو هاي هم ب 5000 هاي؟ 5000. احكي لنا عن هاي الانواع هاي. كل الانواع المطعمه على 5000 دينار. وهاي حجم ممتاز. خلينا هذا عندك كميات هم مفرد وجمله. ابو خضير تعال لنا اللي جاي خلينا نشوف هاي الاسعار هنا. هذا عندك دمعه الطفل الابيض. دمعه الطفل الابيض. هاي شلون سعرها؟ 6000 دينار. سندانه كبيره. سندانه كبيره، نجي هنا. 3000 دينار. 3000 دينار هاي الاكاسيا المصريه. سندانه هاي ايش قد حجمها السندانه؟ 24. حجم 24. هذا عندنا بخور. بخور بخور. هذا البخور هاي امايات كبيره. خلي نروح بعد نتنقل. صراحه الموجوده يعني قسم احنا نحاول نغطي لكم كل اللي موجود بالمشتل، بس هي بالحقيقه يعني عندهم انواع واصناف كثيره جدا. ابو خضير خلينا هنا الكاليوس ب 1000 دينار. كاليوس ب 1000 دينار. هاي شنو هاي عندك؟ هاي اناناس مثمر. اناناس مثمر ما شاء الله. شو ابو خضير؟ هاي الاناناس ثمرته بيها. اناناس ثمره مضمون الصنف. مضمون الصنف. مضمون الصنف ومضمون الانتاج ما شاء الله. هاي مثل ما تلاحظون شوفوا الثمره مالته بيه يعني لا حد يبيع ب 10000. هو طبعا ما موجود عندنا بالعراق. اي نعم. فقط احنا اللي دخلناه بذيك الوجبه وهاي الوجبه. أحسن. بس لا حد يبيع لكم شيء اذا ما تلقى الثمر بيه. احسنت. هذا مضمون الصنف والانتاج. هاي كلهم بهن انتاج. احسنت. طبعا اخوان الاعزاء مستمرين مع المهندس الزراعي استاذ عباس العزاوي. ابو خضير احكي لنا على هاي، ايش كم نوع عندكم مال مطاط؟ والله مطاط عندنا هواي، عندنا الاحمر وعندنا المشطب ابيض وعندنا الاخضر وعندنا الاسود وعندنا المطاط الحجم الكبير. عندنا احكي لنا الاسعار. الاسعار هذا هنا 5000 دينار ب 4000 دينار. هذا الاسود. هذا الاسود 4000 دينار.